ثم إن الإنسان لو أراد أن يفتح له ما يسمى بباب الجمال وخصوصا النساء، لكن لا يعني أن الرجال يخرجون، وخصوصا وللأسف أن بعض الشباب أصبح ينحى منحى النساء والبنات في لباسه، في حركاته، حتى فيما يتعلق بوجهه وبشرته. يظل بعضهم ممكن عند صالون الحلاقة يمكن بالساعة أو بالساعتين، ويضع مكياجا وما شابه ذلك مما حرمه الله عز وجل، مما لا يجوز إلا للنساء. فما ظنك إذا كان من حيث الأصل لا يجوز للنساء وإذا به يستخدمه؟ ولذلك أتت الأحاديث الصحيحة في لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى يقول رحمه الله، يقول: ليس المقصود في الفارق بين التشبه، لأنه بما أن الباب انفتح، هذه نقطة مهمة جدا. يقول رحمه الله: ليس المقصود من ذلك أن هذا اللباس إذا اتفق أهل البلد من أنه للنساء كان للنساء، وإذا كان للرجال فهو للرجال. يقول: ليست هذه العلة فقط، لا، لأنه ربما يصطلح أهل بلد على أن الرجال يلبسون النقاب والنساء يلبسن العمائم أو الشمق، لأن بعضهم حصرها في ماذا؟ حصرها في العرف، هذا خطأ. يقول: العلة أن المرأة من حيث الأمر مأمورة بماذا؟ بالستر وبالتخفي وعدم البروز، والرجل من طبيعته الظهور والبروز. ولذلك يقول رحمه الله، يقول: الرجل إذا تشبه بالمرأة في التغنج وفي الستر والميوعة وما شابه ذلك، قال ربما يفضي به الأمر إلى أنه يمكن الآخرين من نفسه. والعكس، المرأة إذا اعتادت على البروز على صوتها على صوت الرجال. فيقول: لابد من الأمرين، لابد من الأمرين. ما هما الأمران؟ الأصل في لباس المرأة الستر وعدم البروز والظهور، الرجل العكس. أيضا مع ذلك العرف، فلابد من الأمرين. الدليل يقول: لأن التستر هو حق لله عز وجل، ستر المرأة وعدم بروزها هذا حق لله عز وجل. الدليل قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. هذه علة ماذا؟ علة الستر وعدم البروز. ما الذي بعدها؟ ذلك أدنى أن يعرفنا. هذه علة ماذا؟ أنه لا بد من فوارق في المجتمع من اللباس تميز الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل. ولذلك قبل فترة ظهرت بعض الصور لبعض الشباب لبس خلخالا في قدميه، وانتشرت سلاسل وما شابه ذلك. والآن يسمون بعض الجنس الإناث بالبويات، يبدو أنها مأخوذة من كلمة إنجليزية، الولد باللغة الإنجليزية بوي بوي، الآن كأنها شاب. أيضا فيه الجنس الذي يسمى بالجنس الثالث أو الناعم وما شابه ذلك، الذي ليس هو شاب لكنه نحى منحى النساء. فإذا هذه العلة وضحت. ولذلك يقول: لو كان الأمر فقط راجعا، لو كان الأمر فقط راجعا إلى العادة لما قال
ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. فإنما المقصود العادة بحيث يفترق لباس المرأة عن الرجل، أيضا أن يكون لباس المرأة الستر وعدم الظهور والبروز. وإن كان مثل هذا الكلام لا يروق لمن يريد أن يظهر المرأة وأن يخرجها من حشمتها وحيائها كما هو يطرح الآن في وسائل التواصل وفي القنوات الفضائية، لكن على المرأة أن تتقي الله عز وجل ولتعلم أن هذا هو شرع الله وهو أحفظ لها وأصون لها، ولتنظر إلى تلك البلدان التي تحرت كما يقال، وإنما هي عبودية، تحرت فيها المرأة وإذا بالمرأة أصبحت مبتذلة ممتهنة، يلعب بها ويستمتع بها، فإذا بلغت سنا معينا رميت، لا زوج لها ولا ولد يرعاها، وإذا بها تضيع. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول فإذا لبست المرأة لباس الرجال، ونعم بعض الصور قد تراها امرأة متلثمة بإشماغ وتلبس ثوب الرجال، وسائل التواصل وضحت بل وفضحت وأظهرت. فيقول فإذا اجتمع أن المرأة لبست ما يلبسه الرجال، هي مأمورة بماذا؟ بالستر وعدم البروز. فإذا أظهرت نفسها كما يظهر الرجال ولبست لبس الرجال، هنا وقعت في مفسدتين